ما انت شايفه والله يا ابله جرجروني غصب. الله يخرب بيتك يخرب بيتك يا بيزه. ايه ده يا ابله؟ يكون نورك هو تاني؟ اوعي تفتح. براء ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ سامي اسمعني بس يا سامي طاقة المقفولة دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجة. هي تتخبي لي فيها؟ عاملة حسابك على كل حاجة؟ انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا مش انا اللي اتضحك عليا. رجالة بشنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجه. انا والله والمصحف ما عملت حاجه. والعمروتي واللي بينكوا ده كان ايه؟ العمروتي الزباله ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزباله ولاد الكلب. انت بنت فاكراني عيل برياله؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يطلطوا اللقطه دي ولا واحده زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولميتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك ما فكرتش تشيلي منه. جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا، لوم على نفسك انت. مش عايز اشوف وشك ولو صدفه